كيفاش تختار وسيلة التواصل الاجتماعي اللي كتلائم مع الطبيعة الاستراتيجية ديالك؟ تحديد الفئة المستهدفة هو البداية. عندك رسالة واضحة وبغيتي توجهها، أشنو هما المتابعين اللي بغيتي تجمعهم حول الصفحة ديالك؟ الإجابة على هذه الأسئلة كتنطلق من تحديد الجمهور المستهدف ومعرفة وسيلة التواصل الاجتماعي اللي كيستعمل وإنتاج محتوى كيتلائم مع احتياجاته والتوقعات دياله. فيسبوك اللي كينتمي لمنصة ميتا هو من وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر فعالية، بحيث قدر يسجل 2,900,000,000 مستخدم نشيط في 2021. هذه الوسيلة كتسمح لك بالتدوين ونشر ومشاركة الصور والفيديوهات وتبادل الرسائل وغيرها من الخدمات. ونزيد راه كيستهدف جميع الفئات العمرية وكيضم الوسائط الأخرى اللي في منصة ميتا بحال واتساب، انستغرام وماسنجر، الأمر اللي كيخلي المستخدمين والعلامات ينشروا المحتوى ديالهم في منصة تواصلية متعددة القنوات. تحقيق التفاعل في الفيسبوك ماشي سهل، وكاين مجموعة من التقنيات اللي كتخلي منشوراتك تحقق الانتشار والنجاح من خلال الحرص على التدوين بصفة منتظمة والمحافظة على الجدية والمصداقية والجودة في المحتوى. انستغرام هو وسيلة التواصل الاجتماعي المثالية لتبادل التجارب بين المستخدمين، وكيتيح جمع متابعين بسهولة والانخراط ضمن متابعين مستخدمين آخرين من خلال نشر صور وفيديوهات ومحتوى مكتوب. كتحقق الأثر المطلوب بفضل 1,500,000,000 مستخدم لهذا التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم. باش تكون استراتيجيتك ناجحة في انستغرام، خاصك تضبط كيفية استخدام هذا التطبيق وتحلل أداء منشوراتك والتعرف بشكل خاص على نوعية المنشورات الأكثر تأثيراً اللي يمكن تعطيها الأولوية على حسب غيرها، وتحسن من الخطاب اللي كتوجهه للمتابعين. باختصار، ما عليك غير تصنع وتبتكر محتوى بجودة عالية، ويفضل أنه يكون على شكل فيديو وتستخدم الهاشتاج خصوصاً اللي عنده شعبية كبيرة، والاهتمام بتوقيت النشر والحرص على التواصل والتعاون مع مؤثرين، شيء اللي كيخلي المحتوى ديالك يوصل أكبر عدد من المتابعين. للإطلاع أكثر على هذا الموضوع قموا بتحميل الكتاب الأبيض ديال تقنيات التواصل الاجتماعي، الرابط غادي تلقاوه في التعليق.